في ظل أزمة تعد من أكبر الأزمات التي تحصل في الشرق الأوسط. صحيح الدولة اللبنانية تعاني من نقص في الموارد البشرية في عديد الأفراد الموجودين بالإدارات العامة، ومنها المديرية العامة للطيران المدني اللي هي ملاكة 900 موظف، والآن العدد هو 200 موظف. وبعد البحث والتدقيق وجدنا أنه بالجيش اللبناني تتوفر كل تلك الظروف، كل تلك الإمكانيات. بالتالي نحن مش هيدا أول المشوار مع الجيش، بدأناه بالأملاك العامة البحرية. اليوم نحن بشهر كانون أول تخطينا المسح تقريباً 50% من العريضة حتى النقورة. ضباط الجيش اللبناني عملوا دورات من كل بلدان العالم يمتلكون الخبرة الكافية لتقوم إدارة عامة كالمديرية العامة للطيران المدني بالاستعانة بضباط من الجيش اللبناني لمشاركتها وضع إدارة وتشغيل الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. نحن اليوم بصدد توقيع اتفاقية بين وزارة الأشغال العامة والنقل، المديرية العامة للطيران المدني، وقيادة الجيش اللبناني القوات الجوية للاستعانة ب 15 ضابط من القوات الجوية لحتى يكونوا مثلهم مثل كل موظفي الإدارة العامة في مصلحة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، إضافة للعدد الموجود. وبالتالي نحن منكون أمننا ركن أساسي من الأركان الوجودية للمطار وهي سلامة الطيران. بينقص أنه نحن نعززهم بتدريبات، بالتدريب اللازم من قبل معاهد مختصة بهيدا المجال، وهذا الذي نعمل عليه. وبالنسبة لنا التدريب اللي حنعمله بالمعاهد المختصة حيكون لموظفي الإدارة، أضف إلى ذلك لضباط الجيش اللبناني لحتى نكون نحن اليوم على نفس الوتيرة.